فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز إذا سهى الإمام فنبه بالتسبيح ولكنه لم يتبين له المقصود، هل يجوز أن يتبين له المقصود وهم يسبحون؟ ما سبحوا إلا أنه عنده سهو. نعم، فما إذا لم يتيقن صواب نفسه فلا يجوز له يستمر، يرجع لقولهم. أما إذا تيقن صواب نفسه إنه لا يرجع إلى قولهم، يعني المتيقن لا يرجع إلى قول غيره. نعم. ثم يقول حفظك الله: وهل يجوز للمأموم أن يتكلم بكلام فيقول له اسجد أو اركع أو غير ذلك؟ الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. نعم.